من أغرب الدراسات العلمية أن عالم النمل عالم اجتماعي جداً، وأنه يعيش في مجموعات، وأن النملة التي تعيش منعزلة يعني الموت. كيف اكتشفوا ذلك؟ وجدوا أن بعض النملات نملة تبتعد عن المستعمرة، تبتعد لمسافة طويلة، ولكن بالمراقبة تبين أنها تموت. بعد ذلك وجدوا نملة أخرى تبتعد وتموت. فعندما جاءوا بهذه النملة وقاموا بتحليل جسدها، وجدوا أن هناك بكتيريا معدية قد أصيبت بها هذه النملة. هذه البكتيريا المعدية لو بقيت النملة في المستعمرة لأصابت ملايين النملات، فالنملة من تلقاء ذاتها تذهب ثم تموت بعيدا. هذه ثقافة النمل، أنهم يحبون الخير للآخرين. الشيء الثاني أن العزلة في عالم النمل يعني الموت. كل نملة يتم عزلها معنى ذلك أنها ستموت. بالنسبة للبشر سبحان الله، هناك بحث حديث يقولون بالحرف الواحد إن العزلة وحياة العزلة تقصر عمرك أيها الإنسان. حتى غير المتزوج أقصر عمرا كمعدل من المتزوج. الإنسان الذي يعزل نفسه يكون نظامه المناعي أقل. هنا ماذا نستفيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بصلاة الجماعة. القرآن الكريم دائما يا أيها الذين آمنوا بصيغة الجماعة. إذن القرآن والسنة يريدان لنا دائما أن نجتمع وأن نمارس كل أعمالنا ضمن جماعات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.